تحت هذا الركام استشهد وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. سعاد البالغة من العمر 18 عاما انتشلت من تحت الركام نفسه لتنجو من موت محقق. أروداو التقت بها في منزل خالها واستمعت منها لقصة معاناتها. احنا كنا مجتمعين في البيت عندنا عمتي وقاعدين نتعشى. انا كنت في غرفة امي مع بنت عمتي واهلي برا بيتعشوا. صار القصف، والقصف صار في لحظة، يعني ما لحقنا نطلع من البيت او ايش او نتحرك. اخذونا المسعفين، اخذونا على المستشفى، غرزوا لي راسي، وهناك صاروا انا اطلب منهم اهلي. اخذوني عند امي واخوي الصغير عمره 4 سنوات كان مصاب. امي كانت على الكرسي متحرك، كل جسمها ردود خصوصا رجلها. 10 شهداء من أسرتها وجيرانها ارتقوا في قصف منزل أسرتها والبيوت المجاورة له، فيما لا زالت سعاد تعيش مرارة الفقد والقلق على من يتلقون العلاج في المشافي من أسرتها وأقاربها. أخوي أحمد عمره 5 سنوات في إيده شضية ورأسه غرزة. عمر أخوي وعرفات إصابات خفيفة. أبوي صرت أسألهم عنه، لقيته طالع من على السرير ممدد وفي إصابة في رجله. وبعدين أخذونا كلنا إحنا وأبوي ودوه على الأوروبا. أخوي محمد ما شفته نهائيا. أخذونا على بيت دار سيدي. رغم ما تعرضت له سعاد إلا أنها انضمت بعد الحادثة لجامعة محلية لدراسة الطب. إنه القصف والدمار والألام اللي إحنا بنعيشها ما راح يوقفنا عن أحلامنا، نضل مستمرين في حياتنا ونكافح لحتى نصل لأحلامنا ونحققها. أنا هكمل في حلمي أني أكون طبيبة أسنان. رحت سجلت في الجامعة وإن شاء الله أكون طبيبة يفتخر فيها الوطن. تمضي سعاد جل وقتها في قراءة القرآن والدعاء لوالديها وأشقائها الذين يتلقون العلاج بالمشافي من إصابات مختلفة. لم يسمح القصف الإسرائيلي لسعاد بأن تواصل فرحتها بتفوقها في الثانوية العامة قبل أسابيع قليلة وحصولها على معدل 94%، فجعل من فرحتها حزنا. لكن سعاد مصممة على مواصلة حياتها ودراستها للطب لتجعل من حزنها فرحا مرة أخرى. محمد سالم، روداو، غزة، فلسطين.